الملك يبدأ عطلته الصيفية من المضيق ويتجول في شوارعها من دون بروتوكول. بدأ الملك محمد السادس برنامج عطلته الصيفية لهذه السنة من مدينة المضيق في أعقاب أدائه لشعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان يوم الخميس الماضي. وشهد الملك وهو يتجول في شوارع المضيق على متن سيارة مكشوفة رفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسن أمام أنظار الآلاف من سكان المدينة وزوارها الذين يأتون على المنطقة بكثافة خلال هذه الفترة من السنة. وبدأ لافتا خلال الجولات التي يقوم بها الملك عدم التقيد بأية بروتوكولات رسمية أو حراسات مشددة حسب ما أكدته العديد من المصادر. ويشهد محيط الإقامة الملكية بالمضيق تواجدا أمنيا كبيرا تحت إشراف مسؤولين رفيعي المستوى يرابطون عند المداخل الإقامة على مدار ساعات اليوم.